حب الطير عندنا شيء متأصل فينا الحمد لله رب العالمين، وإحنا معاه منذ الصغار، وهذه هواية الحين إحنا قاعدين ننقلها حق عيالنا، حق أبنائنا وعيالنا، ونعلمهم عليها، والحمد لله يعني هم متولعين فيها، وإحنا هذا ولع ما نقدر نستغني عنه. فهذه الحين تحولت من أول كانت مصدر رزق، يعتبر الطير هذا يأكل له مثلاً 4-5 بيوت، هو اللي يكون مصدر الغذاء لهم، يصيدون الصيدة ويوزع على جيرانه. الحين لا، الحين تحولت الصيد غل، فصارت هواية كمتعة، متعة يعني كسر الروتين. الواحد دوام يوم يطلع من يومه شوي، يحتاج شيء يغفح عن نفسه، ترفيه. العلاقة اللي بيننا وبين الطير علاقة، صار الطير عندنا مثل عيالنا، نداري مثل أبنائنا. يعني ولدك أنت لو تعب شوي أنت الواحد ما يجيك النوم في الليل، نفس الشيء الطير إذا يتعب ولا شيء أنت الواحد تبدي قلقان وتفكر فيه، لين تودي العيادة تفحص تشوف علاجه وش وتعطيه علاج، لما يصحى يرد فيك الثقة فيه، ترد فيك الروح، يعني تتعب منه.